بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، حياكم الله في حلقة جديدة بحلة جديدة، وإن شاء الله يا رب أنها تنال على رضاكم وإعجابكم. بس تعريف، هذا استوديو جديد لبرنامج قهوة الصباح، أيضا يشارك كذلك في الفترة المسائية من عمان بموعدهم الجديد إن شاء الله الساعة 8:30 مساء بتوقيت السلطنة. وأتمنى كذلك التوفيق لهذا البرنامج، كما أتمنى التوفيق لبرنامج قهوة الصباح بحلته من خلال الفواصل والتقارير والديكور وأيضا المحتوى إن شاء الله، اللي نتمنى يا رب أنه ينال على رضاكم وإعجابكم. في حلقة اليوم كالعادة هناك عندنا مجموعة من الفقرات، مجموعة من المواضيع، بيكون عندنا الفقرة الخاصة بالتغذية، بيكون عندنا كذلك تخصيص فقرة بالجانب الرياضي، ولكن تعودنا احنا نجيب رياضة مثل السباحة، كرة القدم أو ما شابه ذلك، اليوم بتكون رياضة الذهن من خلال لعبة الشطرنج. أيضا بيكون معنا ألعاب الخفة، وهي إن شاء الله بتكون فقرة خفيفة في برنامجنا، ومسك الختام بيكون الجانب التربوي. في حلقة اليوم بيكون كذلك استطلاع لحالة الطقس، وأيضا استطلاع لأبرز العناوين الصحفية من خلال جريدة عمان والوطن، وأيضا مجموعة منتقاة من الأخبار العالمية، وأيضا بتكون عندنا هناك مجموعة من التقارير المصاحبة للمواضيع، وأيضا مواضيع صباحية خفيفة. أتمنى لكم إن شاء الله لبرنامجنا، وكذلك لكم المتابعة الشيقة للبرنامج، وكذلك الاستمتاع بالنسبة للفقرات. اليوم بدينا احنا الساعة 10، ولكن موعدنا القادم إن شاء الله في الغد بموعدنا الجديد الساعة 9:30 إلى الساعة 11. أتمنى لكم إن شاء الله متابعة شيقة، والحين نبقى مع حالة الطقس. وأعود لكم مرة ثانية مشاهدينا الكرام ولا أبرز العناوين الصحفية، ولكن قبل ما أقول العناوين، تلاحظون يمكن درجات الحرارة اختلفت في هذه الفترة وبدأ الجو يتحسن، وهذه بشائر خير لنقدر نقول دخول فصل الشتاء. أبرز العناوين من جريدة عمان وخبرنا الأول يقول: دراسة لإقامة مناطق صناعية جديدة بمختلف المحافظات. أيضا من عناوين جريدة عمان خبر آخر: إقامة مهرجان فرق الفنون التقليدية الثالث بولاية صحار.
أيضا من أبرز العناوين: تدشين 5 دراسات حول المرأة والأسرة والطفولة. أما بالنسبة لأبرز العناوين من جريدة الوطن: السلطنة تشارك في الاجتماع 5 للجنة الوزارية لرؤساء مجالس الأسواق المالية الخليجية. أيضا من العناوين الاقتصادية من جريدة الوطن: الوطنية للعبارات تنقل أكثر من 43,000 راكب و 8,000 مركبة بنهاية سبتمبر الماضي. كذلك غدا صاحب السمو السيد شهاب بن طارق يرعى افتتاح مؤتمر الخليج 11 للمياه. ومن أخبارنا العالمية: كوريا تفتتح أول متجر افتراضي في العالم. تم افتتاح أول متجر افتراضي في العالم في كوريا، ويعمل بواسطة الهواتف الذكية، حيث يقوم مسح الباركود لأي من السلع الافتراضية المعروضة، وبعد الانتهاء من التسوق تذهب للدفع. أيضا من أخبارنا، هذا بالنسبة للمعرض والمتجر الافتراضي. والآن إلى عنوان آخر، هذا عنوان عجيب: ببغاء أمريكي يختفي عدة سنوات ويعود متحدثا الأسبانية. فقد ببغاء يتحدث الإنجليزية لمدة 4 سنوات ويعود لصاحبه بعد 4 سنوات متحدثا الأسبانية. إذن كانت هذه أبرز العناوين من خلال صحافتنا اليومية من جريدة عمان والوطن، وكذلك أبرز الأخبار العالمية. والشيء بالشيء يذكر، الآن عندنا تقرير حول العالم نتابعه، وبعدها بتكون عندنا فقرتنا الخاصة بالتغذية. لا تروحون بعيد. انبهر الأطفال والكبار على حد سواء برؤية أكبر جيتار في العالم، وذلك خلال زيارتهم لمعرض جديد خاص بآلات الجيتار تحت عنوان الجيتار، الآلة التي هزت العالم، والذي تنظمه مكتبة ليبرتي ساينس سنتر في نيو جيرسي بالولايات المتحدة. يبلغ طول الجيتار 43 قدما، بينما يبلغ عرضه 16 قدما، ويزن أكثر من 2200 رطل. ويقول هارفي نيكويست المدير التنفيذي للمعهد الوطني لآلات الجيتار إن أكاديمية العلوم في هيوستن قامت ببناء الجيتار كمشروع لتعليم الطلبة مادتي هندسة الإنشاءات والفيزياء، واستغرق بناؤه نحو عام. وأوضح نيكويست أن موسوعة جينيس للأرقام القياسية وثقت الجيتار بوصفه الأكبر في العالم بمجرد الانتهاء من بنائه، مؤكدا أنه يمكن العزف عليه، فهو ليس مجسما بدون أوتار. كما عرض نيكويست جيتارا غريبا آخر يطلق عليه روك أوك، واعتبره الجيتار الوحيد في العالم الذي يتألف من 8 مستويات للعزف. كما يتضمن المعرض عددا من الجيتارات الحديثة، منها جيتار يتصل بطابعة ثلاثية الأبعاد، وجيتار آخر أطلق عليه دراجون، صنع باستخدام 238 قطعة من الذهب وحجر الأبلون الأحمر والأخضر والعاج. ويهدف المعرض إلى تعريف عشاق الموسيقى بتاريخ صناعة الجيتار كآلة، والذي يرجع إلى 400 عام. ويستمر المعرض المقام في نيو جيرسي على مدى 3 أشهر حتى 4 يناير عام 2015، ثم يسافر إلى ولايات أخرى.
ورجعنا لكم مرة ثانية مشاهدينا الكرام وإلى أول فقرة في برنامجنا قهوة الصباح. الفقرة هذه خاصة بالتغذية ودائما بين فترة وفترة نعطيكم مواضيع مختلفة. اليوم بنركز على جانب كثير مهم وهي أهمية ثقافة قراءة البيانات الخاصة بأي منتج، كانت منتجات معلبة، منتجات نقدر نقول يومية. بيني وبينكم أنا بعض المرات قاعد أقول حق ضيفتي بعض المرات أركز بصراحة وأطالع إيش الموجود في البيانات، إيش المواضيع، مثلا التاريخ أو المحتوى. بعض المرات شوي يكسل جد، يعني حدي إذا بعد زين طالعت التاريخ، بس لأن المنتج هذا أكون عارفه وأخذه بشكل يومي. نرحب بضيفتنا الأستاذة فتحية بنت عبد الله الراشدية، أخصائية تغذية علاجية بدائرة التغذية بوزارة الصحة. نقول صباح الخير وحياك الله. يا مرحبا فيكي، نورين في الاستديو الجديد. تسلمي، يعطيك العافيه ونورتينا كذلك. يا منور بوجودكم. خليني شو ادخل على طول في صلب الموضوع. ايوه، بالنسبه لاهميه القراءات البيانات، كثير ناس بعضهم يتعذرون يقول لك باللغه الانجليزيه مو موجود البيانات، موجوده باللغه العربيه. ايوه، ايش كثر مهمه؟ طبعا مهم جدا ان الواحد يقرا بطاقه المنتج الغذائي على اساس يعمل اختيارات صحيحه يعني. طبعا من ضمن اشتراطات البطاقه المواد الغذائيه تكون باللغه العربيه بلدنا يعني وبالبلدان العربيه. فلو تلاحظوا يعني حتى لكل منتج يعني حتى لو اصلا ما مسوي بالعربي ملصق عليه شيء كذا عشان يدل يعرف الواحد يقرا بالعربي. ايوه على الاقل المكونات. فنحن نحاول نختار يعني نقرا البطاقه الماده الغذائيه. هو يسموها نيوتريشن فاكت ليبلز، وطبعا موجوده في عده صور. هذه بس مجرد انا جبت امثله يعني فقط وليس للحصر ممتاز. يعني ممتاز، عشان ما يقولون دعايه. ايوه وليس الدعايه ولا شيء يعني، وجابت لي اياهم المعده جزاها الله خير كذا عشان بس نثقفكم او نعرف كيف. هنا بعده لغات بالنسبه للبيانات. ايوه مثلا هذا المنتج حبوب الافطار الصبر. او يمكن نسمي اكثر شيء الكورن فليكس. بس هو مش كورن فليكس يعني، عاده نسميه حبوب، يسمى عاده بالاسم العلمي يعني حبوب الافطار. فحبوب الافطار انا لاحظت يعني كثير ناس عند الاختيار ما تدق ابدا حتى مصنوع من ايش يعني، من بالكامله او كذا يعني. فعشان كذا حبيت اجيب يعني مثال قريب وسهل يعني الناس كل يوم تستخدمه على وجبه الافطار. نعم. فلو جبنا الواجهه، واجهه المنتج يعني المفروض اول شيء نشوف كيف المنتج انه مصنوع من الحبوب الكامله. نعم. يعني هنا مكتوب كعنوان رئيسي. ايوه هذا المنتج ما موجود عليه بالعربي في الواجهه، بس عاده في المنتجات انا شفت في السوبر ماركت موجود مصنوع من الحبوب الكامله. نعم. عالي الالياف كذا. فعشان نحن نعرف نرجع الى مدى صحه الكلام. مدى صحه الكلام نرجع الى جدول المحتوى الغذائي. طبعا جدول المحتوى الغذائي عادة يكون في شيء اسمه سيرفينج سايز او حجم الحصة. نعم. مهم جدا ان نعرف حجم الحصة. لان مثلا بالنسبة احيانا بالنسبة للوجبة هذا بالنسبة لهذا الباكيت مثلا. لازم نعرف حجم الحصة مثلا. هو محطوط هنا بير 100 جرام لكل 100 جرام. مثلا الكالوريز، السعرات الحرارية والبروتينات. نعم. والكربوهيدرات وكل شيء محطوط كل 100 جرام. في بعض المنتجات عادة تكتب لكل حصة. يعني مثلا عند بسكويتس يعني البسكيتس مثلا الحبة الواحدة. أيوة مثلا الحبة أو حبتين يعني المفروض أنا أكل حبتين في كل مرة أو حبة واحدة. بس الناس تيجي تقرا مثلا سعرات الحراريه تلاحظها ان سعرات بسيطه. هنا. ما فيها كثير سعرات. صحيح. يعني هو بس للحصه فقط وليس للكامل. ايوه فنحن لازم نشوف نحن كم ناكل اول شيء. انت خليتينا الحين يجي في بالي سؤال ان ايش الاشياء المفروض ان احنا نتحاشاها. انا اذكر في معلومه سابقه عرفتها واكدي لي او صححي لي. بالنسبه للعصائر يقول لك مثلا هذا عصير 100%. بعدين لما تكتشف ان نسبه كلها الوان. صحيح. ونسبه العصير ممكن 10%. ايوه صحيح. لازم اول شيء نقرا يعني اعطيني النقاط اللي المفروض الناس تلاحظها اول ما تشوف هذه المفروض ما تاخذ مثلا هذا. الحين بديت معكم اول شيء نشوف الحصه. بالنسبه للعصائر مكتوب الكوب الكوب الواحد احيانا احجام كبيره يعني. فنشوف الكوب الواحد كم في سعرات حرارية وكم سكر وكم مثلا كربوهيدرات وكم سكر من هذيك الكربوهيدرات من مجموعة الكربوهيدرات. نفس الشيء نقرأ في المكونات، نروح إلى قائمة المكونات عشان نعرف إذا فعلا مثل ما تقول يعني هل هو 10%. عادة أول مكون هو أكثر شيء يعني أول مكون من المكونات هو أكثر مثلا عصير الفاكهة مثلا. نعم. يليه مثلا سكر. ممتاز. يعني معناته السكر فيه كثير يعني. حلو. إذا ما في سكر يعني يكون السكر مثلا آخر مكون. إحنا شو إحنا كاميرا البرنامج زارت الناس
وقالت خلنا نشوف مدى طعالهم، زيي أحسن مني أفضل مني. عموما نشوف هذا الاستطلاع اللي أجريناه من خلال برنامجنا ونرجع مرة ثانية للاستوديو. صحيح. أنا أتابع البطاقة الغذائية، فهذا شيء مهم أني أتابعه أساس أن تكون في أشياء من المواد الغذائية تكون فيها دهنية كثيرة، فأنا مهم لي أني أتابع في هذا الشيء. بالنسبة للبطاقة، بطاقة التغذية ما نتابعها، ومتعودين يعني نشتري أغراض ونشوف لما منتهي ولا لا. أي حاجة أشريها من المواد الغذائية فأنظر للتاريخ الإصدار وتاريخ الانتهاء. أتابع بطاقة الغذاء أشوف اللي يناسبني ولا ما يناسبني. رجعنا لكم مرة ثانية مشاهدين الكرام بعد ما خذينا هذا الاستطلاع السريع مع مجموعة منتقى من الجمهور، ونرجع لضيفتنا الأستاذة فتحية وتكمل معنا الموضوع. ايش رأيك في التقرير؟ أيوة طبعا ممتاز، لأنه على الأقل يعني في حد يشوف على بطاقة المادة الغذائية. أينا. لأنه في نحن حتى أحيانا نجهل أنه أو يعني ما نشوف على البطاقة، يعني على الأقل يعني نشوف على تاريخ الإنتاج والصلاحية. ممتاز. لأنه أحيانا ما دائما يشيلوا إذا كان منتهي يعني فأحيانا يكون في خطأ، فلذلك مثل ما قال الجمهور احنا يعني ليش يعني نحن نشوف في منهم يشوف السعرات الحراريه، في منهم يشوف الدهون، يعني كل واحد التاريخ. ومنهم يشوف تاريخ العبوه او اذا صلاحيتها شكلها، يعني احيانا صح هي تاريخها ما منتهي بس يمكن شكلها مثلا في شمس او غير مشجع، أو غير مشجع يعني خاصه من سوبر ماركتات او المحلات الصغيره يعني. فمثل ما قالوا لازم نركز على السعرات الحرارية. ثاني شيء الأهم شيء نقطة اللي أريد أركز عليها هي في عندنا 25 قانون أو رول، يعني 520 رول. ممتاز. أيوة هذا أحيانا في بعض العبوات المواد الغذائية يكتب على دي في أو القيمة اليومية. نعم. من القيمة اليومية كذا برسنتج يعني محطوطة. هذا مهم جدا إذا أنا أريد مثلا شيء قليل الدهون، يعني لازم اشوف على اقل من 5% من هذيك الديلي فاليو. هذا مفيد بالنسبه لي. ايوه 5% عشان قليل الدهون. ايوه انا راعي انه يكون اقل من 5%. أي نعم. بينما الاشياء اللي انا اريد منها كثير. أي نعم. مثل الالياف والفيتامينز الكالسيوم. ممتاز. هذا الاشياء لازم تكون اكثر من 20% اللي هي 5%. هذا هي الدي في. ايوه الدي في. ممتاز. كذا مكتوب برسنتج ومكتوب دي في او القيمه اليوميه. ممتاز. بالعربية اتوقع كذا. حلو. ايوه فأنا لما أروح أشتري وأشوف هذا العمود لازم أركز فيه كم نسبة مئوية، يعني نعم. إذا أنا أريد شيء قليل. أي نعم. يعني أريد فات أو دهون قليلة. نعم. لازم يكون أقل من 5%. حلو. والسكر أقل من 5% والترانس فات والدهون المتحولة والملح مثلا والسكر. ممتاز. تكون أقل من هذه 5%. ممتاز. بينما أنا الأشياء اللي أنا أريد أخذها بكثرة، يعني مثلا أريد أخذ ألياف. أيوة لازم أشوف على مثلاً إنه أكثر من 20%. ممتاز. وإذا كان ما موجود هذيك النسبة المئوية الألياف على الأقل لازم تكون مثلاً 3 جرام. ممتاز. أو 5 جرام في الحصة الواحدة. زين كيف أنا ممكن، هو سؤال الأخير، ممكن من خلال الاستطلاع في طفل أظهر كيف أنا ممكن أخلي هذه الثقافة مزروعة في أبنائي؟ أيوة. وتكون سهلة بالنسبة لهم عشان لما يكبرون يكونوا أباء واعيين وكذا. أيوة المعارف. لما أنا أروح أتسوق ومثلاً أصطحب معاهم الأبناء أبنائهم يعني أعودهم أقول له أنت اقرأ لي وأعطيه منتجين يقارن لي فيهم. حلو. اقرا لي السعرات الحراريه وين اكثر، يعني على الاقل شيء بسيط جدا يعني شوف اللي على ال 100 جرام عشان يكون سهل شويه. نعم. لان هنا 100 جرام وهنا 100 جرام. ممتاز. وين اكثر سعرات هنا ولا هنا. حلو. فهي تختار اللي على الاقل مع التعود تصير الثقافه. اكيد صحيح. استاذه فتحيه انا سعيد كثير بوجودك معنا واشكرك دائما اطلالتك الاسبوعيه ومشكوره. شكرا. كثير على هذه المعلومات. شكرا. شكرا لضيفتنا الاستاذه فتحيه بنت عبد الله الراشديه اخصائيه تغذيه علاجيه باداره التغذيه بوزاره الصحه. شكرا على وجودها معنا في برنامجنا قهوة الصباح. وأيضا نقول ناخذ فاصل قصير وبعد الفاصل راجعين لا تروحون بعيد.
إذن مشاهدينا الكرام، برنامجنا قهوة الصباح بهذه الحلة الجديدة من خلال فواصل ومقدمة وأيضا لوجو جديد، وزي ما لاحظنا كذلك الديكور اللي في أكثر من ركن خاص فيه، وكذلك إن شاء الله بنستعرضها في حلقات قادمة. بالنسبة لبرنامجنا قهوة الصباح، تذكير أن اليوم بس استثنائيا احنا بدينا الساعة 10، ولكن من بكرة إن شاء الله الساعة 9:30 انطلاق برنامج قهوة الصباح. طبعا هذا الاستوديو بيكون مع توأمة روحية مع هذا البرنامج، برنامج قهوة الصباح، وأيضا برنامج من عمان اللي إن شاء الله بيكون بموعد الجديد كذلك الساعة 8:30 إلى الساعة 11 بتوقيت السلطنة. وأتمنى لكم دائما متابعة شيقة للبرنامجين وأيضا لكافة البرامج اللي تقدم من تلفزيون سلطنة عمان. الحين عندنا فقرة، هي فقرة بتكون خفيفة الظلم خلال برنامج قهوة الصباح، وهي ألعاب الخفة. كثير منا شاهدنا كثير من الناس المعروفين مثل ديفيد كوفرفيلد، معروف على مستوى العالم، وأيضا في السلطنة في شباب ما شاء الله بدأت تظهر عندهم هذه القدرات. بنرحب بضيفنا عباس بن خميس العجمي، لاعب خفة، وهو يعني نقدر نقول بيتخصص إن شاء الله خلال السنوات القادمة، في بيتصير مهندس إن شاء الله. إن شاء الله عاد ما اختار التخصص، كلية التقنية بالمصنعة. حياك الله يا عباس. حياكم الله. يا مرحبا. قولي شوية عن اللعبة، من متى استهوتك، بعدين بنجري لعبة معك. الحين صار تقريبا فترة سنة ونصف بديت في هذه الموهبة. تأثرت بأحد؟ تأثرت، شفت مثل ديفيد كوبرفيلد وبعض الأشخاص مثل رائد الخدع البصرية أحمد البايض. قمت أشوف بعض الخدع في اليوتيوب، فقمت أطبق هذه الأشياء عند الشباب، فالشباب قاموا ينبهرون، فالحمد لله سويت أشياء خدع أنا ابتكرتها. الحمد لله لما الناس شافوني و قدمت عروض كبيره في السلطنه. زين، بيني وبينك عباس، ما حد يشوف، صدق هو ولا تقصون عليه؟ لا لا لا، هم بعض الاشخاص لحد الحين موجودين في عمان يقولون ان هذه الاشياء اللي نسويها لا تعامل جن، والعياذ بالله. الاثبات الاثبات زين. لا لا، ما في تعامل جن حتى نحن بعد. لا لا لا، اثبات انه بالفعل، انها هي بالفعل خدعه، مش هي بعض الاشياء نحن نقدر نشرح اصلا في يوتيوب بعض الخدع موجود الشرح مالها. يعني تاخذون الفكره انت. ناخذ الفكره ونغير اشياء بسيطه يعني. إنزين، روينا الحين. طيب. التجربة في هنا مثل ما شايف معنا. إنزين، أوراقكم هذه خاصة تأخذونها ولا موجودة في السوق يعني؟ لا، هذه الأوراق عادية طبعا، لكن هذه خاصة للألعاب الخفة، تسهل عليك الحركة. طبعا هذه من أمريكا. إنزين، الكاميرا. أيوة الكاميرا. طيب. أيه. بس أجيك. لا لا، خليك بس. أمسك القلم. ياباني أخذ القلم. أيه. في حركة منها. أوكي، توقع على أول. بعد أوقع. أيوة. عطني. لا بس. لا أمسكهم. لا أمسكهم. أيوة. جميل. الكاميرا وين؟ هذا توقيع أستاذ عبد الله. طيب أنا الحين راح أوقع أيضا. ممكن تكون جالس عباس. طيب هذا توقيعتي خلاص. أستاذ عبد الله، ودك بس تاخذ توقيعتك الحين. طلع بطاقتي. أيوه، اليوم كله قاعد. زين، خلينا نشوف توقيعتك بس. أيوه أوكي، ما راح نفتح، خليها بس ماسكها معي بهذه الطريقة. أوكي. طيب في عندك كرت هنا. اوكي، باين، خلينا نشوف. يعني اخفيه؟ اوكي، لا لا، باين. شوف ليش راح يصير. توقيعك انت. لحظه بس عشان تكون ظاهر على الشاشه. توقيعتي صارت هنا، خلينا نشوف التوقيع اللي موجود مع استاذ عبد الله. افتح. فظيعه. قهوه الصباح. ارجوكم، وين الكاميرا اللي بتاخذني؟ طبعا كنت هذه البطاقه اللي كان توقيع عليها، وحين صارت قهوة الصباح. أيوه. فظيع. شكرا. هذا كان عليها توقيعي اللي وقعت عليها، خلاني أوقع عليها، وهو عمل توقيع ثاني. بس ممكن تروينا إياها؟ أوكي، هذا توقيعته. إيه، وهذا توقيعه هو. طبعا قال لي يعني فر البطاقة، لما فريت البطاقة ظهر قهوة الصباح. أنا بعرف الحركة ترى. زين. طيب شلون العمليه؟ انزين، بما انك انت قاعد تقولون انها هي كلها شطاره يعني. اكيد اقدر احتفظ فيهم للذكرى. اي والله اشكرك. زين، طيب كيف الفكره يعني؟ كيف الواحد يبغى يتعلمها؟ هل محتاجه سرعه، محتاجه مثلا يعني انا لاحظتها البطاقه ما ادري فيها سر شكلها. بعض الخدع تحتاج الى اداه خاصه. العاب خفه تعتمد على خفه اليد وعلى كيف تتحكم شخص اللي امامك. ممتاز. ايوه، الاسلوب، كيف اسلوبك في التقديم، هذا شيء مهم. القصه، تحكي القصه ايضا، هذا اشياء مهمه. زين، لو جاك واحد نحيس قاعد يركز عليك ويشوفك انت ايش بتسوي يعني، اللي يطلع عليك خطا كيف تتحاشاه مثلا؟ اذا هذا الشخص انا عارف من الاول يعني انه قاعد مركز. انا اسوي له بعض الخدع
من المستحيل كشفه يعني. تقدر تسوي لي شغله ثانيه؟ زين طيب. وانت جالس ما عليك امر بس. اوكي امسك القلم. ان شاء الله. تبغى اجي عندك؟ ها خلي. اوكي خذ لي اي كرت. خلي. اي كرت. لا لا لا, لا. اختار اوقع عليه. اليوم كله توقيع. ما شاء الله انا بحصل رصيد. اعطيك اياه؟ اعطني اياه. تفضل. خلنا نشوف توقيعات استاذ عبد الله. اوكي. الكاميرا وين؟ هذا توقيع استاذ عبد الله؟ اي كاميرا فور. اي فور هذا كاميرا. اوكي طيب. بس خلي عشان الناس تشوف. ما عليك هون علينا شوي. أوكي ايوه. طيب. استاذ عبد الله؟ راح اعطيك التوقيع. امسكها بهذه الطريقه. امسكها. لا تفتح او كذا اضغط عليه. عطني. حاضرين. القلم. ايوه. ان شاء الله. راح اوقع. طيب هذه البطاقه انا معي. ها. اوكي طيب. هذا توقيعته انا شايفينها؟ طيب الحين استاذ عبد الله مع التوقيع هذا صحيح؟ اي نعم. وتوقيعتي معاي. اي نعم ممتاز. لحد الحين ما صار شيء. صح. بس امسك توقيعتك بهذه الطريقه. هذا؟ ايوه. شوف الحين اللي عندك. خلاص لا لا بس اني اشوف. لا 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 مو واحد. مو طبيعي الصراحه. ما لي كبر عشان الجب. هذا هنا هنا. ايوه. هذا توقيعي طبعا. ايوه توقيعتي صار. وكانت البطاقه انا ماسكها للعلم ها؟ وفجاه انا صار عندي توقيع اللي هو مسويه. لا بصراحة مو بصراحة عجيبة. ما ادري انا شكلي بخلص كل بطاقاتك. لا زين هذا شلون لو بغيت اتعلمها؟ ولا هذا بعدين؟ تحت الهواء ها؟ ان شاء الله ان شاء الله. حاضرين. اعطيني الحين بس بالنسبة لطموحك في المستقبل وين تبغى توصل ان شاء الله؟ الحين انا جالس احضر عندي مسابقات. ثلاث مسابقات في عمان اللي هي سيدي كوتنت اللي في التقنية ومسابقة عالم المواهب ومسابقة المواهب العمانية اللي في جامعة السلطان. هذا حاليا في سلطنة عمان. في مسابقة عالم المواهب إن شاء الله المركز الأول والثاني راح ينتقلون إلى عرب سكون تالت المواهب العربية. الله يوفقك إن شاء الله. عباس أتمنى لك إن شاء الله كل التوفيق والنجاح ومزيد من التألق يا رب. بس سرها وعد تعطيني السر. حاضرين حاضرين. شكرا لك وشكرا لحضورك معنا. شكرا لعباس. شكرا. بن خميس العجمي لاعب الخفة. وإن شاء الله نقول في المستقبل إن شاء الله المهندس عباس قريبا جدا إن شاء الله سنتين ثلاث سنوات إن شاء الله يتخرج. بعد عباس بتكون عندنا لعبة كثير جميلة وخاصة نشوفها في بعض المقاهي وعلى مستوى العالم كذلك. لعبة الشطرنج بيكون عندنا تقرير وبعد التقرير بيكون عندنا ضيف يشرح لنا شوي هذه اللعبة. تعتبر الشطرنج لعبة الأذكياء وهي أيضا اللعبة التي يخلو قاموسها من عبارة الخصم، إذ أن اللاعب الآخر فيها يدعى رسيل أي الذي يراسلك الأفكار والخطط والمتعة. الشطرنج لعبة فكرية تلعب على لوحة الرقعة مقسمة إلى 64 مربعا من لونين، بحيث يكون كل مربع من لون وبجانبه مربع من اللون الثاني، وهي لعبة ذهنية من أشهر اللعب في العالم. لكل لاعب 16 حجراً تسمى البيادق، يتحرك كل منها باتجاهات محددة، والأحجار هي 8 جنود وقلعتين وحصانين وفيلين ووزير أو ملكة وملك. أحد اللاعبين يتحكم بالأحجار من اللون الأول، والآخر يتحكم بالأحجار المماثلة من اللون الآخر. الهدف من اللعبة هو الوصول إلى حصر الملك أو الشاه بحيث لا يستطيع الهروب، فاللعبة تنتهي عند تلك النقطة.
ورجعنا لكم مرة ثانية مشاهدين الكرام. زي ما قلنا لكم لعبة الشطرنج اليوم نورتنا في برنامجنا قهوة الصباح، الرياضة الذهنية اللي تعتمد كثير على التركيز. يمكن قاعد أقول حق ضيفي قبل شوية أستاذ عبد الأمير أني كنت من الناس اللي ألعب هذه اللعبة، بس اللعبة زي ما يقولون لعبة الهواء، يعني شدت حيل شافها في التلفزيون تابعها وتحمس لها. عموما رحب بضيفنا الأستاذ عبد الأمير بن عبد الله الرئيسي، عضو اللجنة العمانية للشطرنج ورئيس الأكاديمية العالمية للشطرنج، وإحنا سعداء كثير بوجودك معنا ونورتنا. الله يخليك. بس عبد الأمير أنا قمت أكتشف عندك متعدد المواهب ما شاء الله. الحمد لله، بفضل الله سبحانه الله. وتعالى. بفضل الله سبحانه وتعالى. أولا أنا أهنيكم على الإطلالة الجديدة الحلوة. تسلم. تسلم. والحمد لله لي شرف اني اكون اول واحد يعني اليوم بادي معاكم يعني. تسلم. واهنيكم. مشكور كثير، مشكور. انا قبل ما ندخل في تفاصيل الساعه هذه دائما نشوفها بعدين يعملون تك كذا. ايه. الساعه هذه طال عمرك لما يلعبون في اثنين، لما يلعبون بطوله. ايه نعم. ضروريه ساعه على اساس تحديد الوقت. انت تعرف زمان احنا كنا نلعب الواحد يقعد ساعه ساعتين والثاني يفكر بسرعه. ايه نعم. فكان شنو اللي يصير ان واحد منهم يمل. صحيح. فانت الحين لما تسوي الساعه راح تحدد يعني تعطيك مثلا 25 دقيقه وتعطيني انا 25 دقيقه. آه ممتاز. انت من حقك 25 دقيقه هاي تفكر فيهم على كيفك. ممتاز. بعد 25 دقيقة لازم اي فاذا خلصت ال 25 دقيقه مالتي فانا مهزوم، حتى لو انت يعني حتى لو عندي كل متقدم القوات. ايه نعم. متقدم. اه ممتاز. اي لان الساعه تحدد يعني تعطيك مجال ان انت تفكر. زين صدق انا قبل كنت احس بالساعه هي للحسب النقاط مو عشان توقيت اللعبه يعني. لا هي عشان توقيت اللعبه، لان كانوا تعرف الواحد لما يقعد ساعات يقعدون الناس يفكرون وايد وبعضهم اللي هم سريعين. ممتاز. فعشان كذي الحين في هم ثلاث انواع من اللعب الشطرنج. في الخاطف اللي هم حتى خمس دقائق ثلاث دقائق وتخلص اللعبه، في اثنين هم يلعبون خمس ثلاث دقائق، وفي السريع وفي الكلاسيكي التقليدي. ممتاز. اللي هو يقعد ساعتين ثلاث اربع وانت ماشي. زين انا قبل ما ندخل شوي في اساسيات اللعبه والمعايير اللي تنلعب فيها، ودي بس نذكر الناس ان المربعات اي، وايضا الكل قطعه ايش اسمها بالضبط. زين طبعا من اساسيات اللعبه ان لازم تكون الرقعه هي اسمها الرقعه تكون المربع اليمين على الابيض على ايد اللاعب. اي نعم. فضروري تكون المربع اليمين الابيض على يمين اللاعب. مو بشكل يعني لا ما يصير. اي مو بشكل عشوائي. نعم. يعني لو خليت الرقعه ان الاسود على يمينك فتكون انت قاعد تلعب غلط. فالاساس اللعبه يعني تكون من غلط. اساسيات من اول شيء ان الرقعه الابيض تكون مضبوطة. يكون على ممتاز. اي اضافه لهذا انت لو تشوف الابيض موجود على حرف اي بي سي دي لين اتش. زين. صحيح. وفي ارقام 1 2 3 لين 8. اي نعم. من الضروري يكون الابيض على A1. الابيض يكون على A1. ممتاز. اي بالنسبه للتوزيعات، هذا بالنسبه لتثبيت الرقع مع القطع على الرقعه. الحركات في الجنود الحركات. اللي في الصف الاول، الجنود اللي بالصف الاول من حقهم يتحركون خطوه واحده اذا بغى او خطوتين طالما انه هو في هذا خطوتين اماميه. اي ممتاز. زين في القلعه، انا قاعد اقول المسميات بس عشان الناس تستذكر معي شوي. إيه؟ هذه القلعه. هذه القلعه حركتها افقيه ومستطيله بس مسافه اطول. طالما انه ماكو شيء يعيقها. إيه اي جندي اي قطعه. إيه فهي تمشي مستقيمه او افقيه. والحصان، الحصان يمشي على حرف ال. ممتاز. والفيل، الفيل يمشي على زاويه سواء كان في عندنا فيلين. انا تحقيق مسوي لك. ها شلون شكله كذي. زين الفيل يمشي على، في عندنا اكو فيلين، فيل على الابيض وفيل على الاسود، يمشي على الزوايا. وبالنسبه للوزير، الوزير, الوزير عاد هذا الكل في الكل. يتحرك على راحته، على راحته الوزير. يمشي بس ما عدا ما يسوي مثل يعني ما يمشي مثل الحصان. ممتاز. يمشي مثل القلعه ويمشي مثل الفيل كخط مستقيم او مائل. بالنسبه للملك، الملك المربعات المحيطه حواليه فقط. اي نعم. اي زين في المفرده اللي دائما نسمعها حتى في اللعب يقول لك كش ملك. أي. هل في مفردات ثانيه؟ هل كش ملك هي لحظه لما تكون وصلت الخطوره؟ شوف هي كش ملك يعني هي ايش يعني كش ملك او تشيك ميت. يعني هي مثلا يقول لك كش ملك بالعربي. نعم. او تشيك ميت. نعم. يعني هي جاء مصطلح تشيك ميت هذا اصلا من 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 لان الشطرنج من اسيا ومن دول عربيه من زمان يعني. نعم. كان في الهند وردت على ايران وانت ماشي لما وصلت اسبانيا. فتشيك ميت شيخ مات. ممتاز. اي تشيك ميت شيخ مات اصلا. أي نعم. هي أي نعم. فصارت تشيك ميت يعني.
ممتاز. فالتشيك ميت هذا على اساس انك انت تهد، انت لازم تحرك الملك، تحركه من موقع عشان تحميه. تحميه زين. انا ودي دائما اقول لك ان قلت لك انا رياضه ذهنيه معتمده دائما ان لازم يكون هو. لازم يكون اللاعب مثلا يمتاز بالذكاء، بالدهاء، انه عارف اللعبه ومخباياها. هل هي في ولا هي لها اسس انك اذا عرفتها خلاص بتكون متقن للعبه؟ شوف، يعني الشطرنج لعبه ذهنيه مهمه جدا. هو من أساسيات يعني كمدخل للموضوع الإنسان، أي إنسان، أي شخصية في أي مكان، في أي محيط، محتاج حق ثلاث أنواع من الرياضات. يعني أي شخصية فينا محتاج حق ثلاث أنواع من الرياضات. الرياضات هذه لو أنت تعطيه واحدة منها حق أكثر من اللازم راح يكون في قصور على الشخصية نفسها. يعني لأن الشطرنج يأثر على الشخص، على مكونات الشخصية نفسها. الرياضات هذه اللي مهمة إيش؟ عندك الرياضة البدنية. الرياضة البدنية هذا أي يعني عندك الكورة، التنس، أي شيء يهتم بجسدك. تهتم بجسدك بهذه الرياضة الذهنية. الجسدية. نعم. عندك الرياضة الذهنية اللي هي عندك مثلا عندك كلمات متقاطعة، عندك شغلك اللي يحرك فيك إبداعاتك أنك أنت هذا. عندك الشطرنج طبعا هذه أحسن رياضة ذهنية لأنها تحرك خلايا مخك على طول. و من الشغلات اللي تعالج الزهايمر. يعني اللي يعرف شطرنج اي لان اي شيء، اي جزء في جسم الانسان انت ما تستخدمه راح يضمر. ولما يضمر خلاص انتهي. فانت بالتالي الشطرنج راح يشغل. ايش كثر هاللعبه منتشره عندنا في السلطنه؟ بقول لك بس خلينا نكمل النقطه الثالثه. الرياضه البدنيه، الرياضه الذهنيه، الرياضه الروحيه. اللي هي تواصلك مع الله سبحانه وتعالى. لو انت قسمتهم هذول الثلاثه على الانسان، فبالتالي انت تكون انسان على الاقل يعني الى حد ما شخصيه متزنه الى حد ما. ان شاء الله يا رب باذن الله تعالى. فعشان كذي الواحد يحاول يعطي هذول الثلاثه حقوقهم، يعني الرياضه الذهنيه والبدنيه والروحيه. ايش كثر منتشره عندنا في السلطنه؟ كثير صراحه. عندنا الشطرنج منتشر. لعيبه ولا استعراض زيي؟ والله جد ترى. شوف، عندنا اكثر منطقه منتشره فيها في المنطقه الجنوبيه. اي محافظه ظفار. يعني. محافظه ظفار. اي نعم. اكثر شيء، لان تعرف جايه مع اللي كانوا سابقا موجودين مهاجرين في اوروبا وفي الاتحاد السوفيتي، جابوها الى وين؟ الى المنطقه الجنوبيه. وموجوده بكثره هناك وموجوده في السلطنه عموما بشكل شامل. اما هم ابداعاتهم فالحمد لله احنا شاركنا في النرويج قريبا في شهر 8. حصلوا عندنا ثلاثه من شبابنا في اول مشاركه القاب دوليه. تمام. احنا نقول لك كش ملك خلص يعني ملك. اطلع برا. ماكو درو. شكرا استاذ عبد الامير بن عبد الله الرئيسي، عضو اللجنه العمانيه للشطرنج وايضا رئيس الاكاديميه العالميه للشطرنج. احنا سعداء كثير انك اعطيتنا كذا معلومه سريعه حول اللعبه. والله نشطت الذاكره. الله يخليك. مشكور كثير. ونستقبلكم احنا ونستقبلكم واشكركم. تسلم. احنا ايضا بناخذ فاصل قصير. بيسبق هذا الفاصل تقرير حول الياسمين، وتعرفون الياسمين لها ريحه طيبه سر الخاطر. وبعدها ان شاء الله بتكون عندنا فقرتنا التربويه. لا تروحون بعيد. اكتشف الباحثون في علم الزهور أن الأشخاص الذين ينامون في غرف معطرة برائحة الياسمين ينعمون بنوعية نوم أفضل وأهدأ، ويبدأون أكثر راحة ونشاطا من غيرهم. ووجد العلماء في جامعة ويلينغيسويت بغرب فيرجينيا أن عبق الياسمين يريح الأعصاب ويشجع على نوم هادئ ومريح، وهذا الأمر يساعد في المحافظة على النشاط والحيوية، وخاصة في فترات ما بعد الظهيرة والمساء.
ورجعنا لكم مرة ثانية مشاهدين الكرام، وتذكير بالطلة الجديدة لبرنامج قهوة الصباح بهذه الحلة من خلال الديكور وأيضا الفواصل وكذلك المحتوى اللي إن شاء الله نتمنى بالمزيد خلال الأيام القادمة. موعدنا إن شاء الله بكرة بيكون الساعة 9:30 الموعد الجديد لبرنامج قهوة الصباح، وزي ما قلت لكم وكرر وعيد بالنسبة لهذا الاستوديو بيكون مشترك وتوأمة روحية كذا في الفترة الصباحية وكذلك المسائية. المسائية إن شاء الله بتكون من خلال برنامج من عمان اللي في موعد الجديد كذلك الساعة 8:30 إلى الساعة 10، وأتمنى لكم إن شاء الله دائما متابعة شيقة لبرامج السيطرة. الحين عندنا فقرتنا التربوية والعنوان كثير مهم، وأتمنى من كل الأمهات والآباء اللي يتابعونا إنهم يتابعون هذه الفقرة بعناية. العادات السيئة عند الأطفال وكيفية تهذيبها وتحسينها بالنسبة لأبنائنا. ضيفتنا اللي منورتنا داخل الاستوديو الأستاذة عفراء بنت الماس الحجرية، مشرفة التعليم قبل المدرسي، نورتينا وحياك الله. صباح الخير. صباح النور أستاذ عبد الله، منور وجودكم. تسلمين. وعلى الطلة استوديو الجديد ان شاء الله نهنيكم على هذا الذوق الرائع. تسلمين. ويسرني ان انتهز هذه الفرصه اليوم اني اهني كل امراه عمانيه بمناسبه يوم المراه العمانيه. كل عام وانتم بخير. كل عام والجميع بخير ان شاء الله. ان شاء الله. خلينا ندخل في صلب الموضوع. احنا ممكن الناس يقولون عبد الله ليش دخلتوا على طول في السيئات وعيالنا ما عندهم كله، بس حلو الانسان انه ياخذ فكره كيفيه التعامل. في لاحظنا يعني بعطيكم بعض المواقف، روح مركز تجاري وإذا كان الطفل شاف شغلة معينة مثل حلويات بيقعد يصيح إلا تأخذ له هذه الحاجة. هذا ما نقدر نقول من التصرفات اللي كثير من الآباء والأمهات يعانون منها. كيف أقدر أتخلص منها وخلي ولدي بعد اتفاق من لحظة وصولنا إلى خروجنا بدون ما يصير هذا تعكير المزاج؟ طبعا مثل ما تفضلت أستاذ عبد الله أن العادات السيئة هي من اسمها عادة، يعني هي ممكن تغييرها مكتسبة. أيوة متعلمة مكتسبة، ممكن تعديلها وممكن إطفائها. بس بعض أولياء الأمور المشكلة أنهم يعني إذا هذه العادة استمرت مرة مرتين ثلاث يعتبروها مشكلة. نعم. وتكبر وتصير مشكلة، بس هي أحيانا تنطفي مباشرة، يعني ما تحتاج إلى هذا التدقيق من أولياء الأمور. لها الاختصاص بالدلال يقول لك والله هذا الطفل البكر اول ولدنا او اخر العنقود، هالمفردات يمكن اللي في النص هو اللي يعاني شويه. ايوه، فهي اساليب المعامله، اساليب المعامله الوالديه اللي يمارسها الوالدين على الاطفال سواء كان في البيئه المحيطه او معهم في الاسره، هذه تنتقل الى الاطفال. اذا الطفل عاش في جو وفي اسره امنه مشبعه الحاجات الاساسيه الامن والعطف والحنان، فبيكون عنده توافق اجتماعي. اذا صار العكس فعاش في جو طبعا رهبه وتخويف وما في اشباع، فيصير هناك انعكاس على سلوك الطفل. ممتاز. طبعا التدليل والحمايه الزائده ذكرتها من البدايه. هذا له دور كبير. فهذا يولد عنده العدوان، العصيان اصلا، عدم طاعه الاوامر. ممتاز. ايوه. فهذا خليني شويه انا اودي اكون مساعد ومساهم في معرفه الاباء والامهات، المهارات اللي ممكن يكتسبها زوجين توهم بادين حياتهم، جاهم الطفل الأول، من البداية كيف يتعاملون معه؟ طبعاً من البداية لازم يكون في توافق في التربية، يعني ما في اتفاق بين الزوج والزوجة. أيوة، اتفاق بين الأم والأب في هذه في نوع التربية. ما يصير واحد يبني والثاني يهدم. نعم. أيوة، فلازم يكون في توافق إن إحنا نربي الطفل على هذا، التربية على نقول إحنا نشبع حاجاته الأساسية. إذا شبعت حاجات الطفل الأساسية للأمن والطمأنينة، طبعاً الطفل هنا راح يعيش في جو آمن، فراح يتقبل كل اللي هي كل التوجيه. ايوه، كل التوجيه والارشاد اللي راح يعطيه. لكن مثل ما خبرتك في البدايه الاب لازم يكون الرعايه. الرعايه اذا حس رعايه من الطفل، حس رعايه من الوالدين، طبعا هذا روح يعني يزيد الثقه في نفسه. نعم. والطمانينه في نفسه. نعم. اذا كان في اهمال من الاسره، طبعا نفس الشيء هذا يعود الطفل على الغضب، العدوان، الانانيه، اتحمل المسؤوليه. نفس الشيء التسامح والتقبل. اذا التسامح مع الطفل، يعني ما معنى التسامح نعطيه حريته. نعم. التسامح اللي هو التسامح انه يتقبل الطفل بكل عيوبه. بكل علاته. نعم. بدون مقارنه، شوف ولد فلان، شوف عيال فلان. ايوه. احيانا يكون احيانا احنا او حد بين الاخوان، يعني بين الاخوان. نعم. نفس الشيء هذه المقارنه. نعم. مقارنه التفرقه بين الاطفال في المعامله، هذه نفسها تسبب معاهم اللي هي الغيره. الغيره، وبعد هذا في النهايه يعني تتجه اتجاه اخر. الطفل انه كيف انه ما يسمع الاوامر الوالدين، يعصيهم. نعم. احيانا توصل لدرجه انه يضرب، يركل الاشياء. نعم. يعني في النهايه رده الفعل تكون عكسيه، مو متوقعه الاب.
زين انا ممكن لحوح شوي، عذري الاستاذ عفراء. بالنسبه للعلامات، انا متى احس ان ولدي قاعد يتغير او بدا يكتسب عاده انا ما ودي انه يكتسبها، من تصرفاته، من رده فعله على موقف معين؟ وزي ما قلتي ان في بعض العادات في بعضهم، انا ما بقول الناس يصير عندهم فوبيا اول ما تشوفون عيالكم. أيوة يقول أيوة. والله تغير عيالنا لازم يكون في محافظه. متى انا اقدر اقول انه بالفعل هنا محتاج ان اكون في تدخل ما بين الاب والام؟ أيوة. كذلك طبعا هي العادات الطفل يكتسبها سواء كان يعني من عمر سنتين تستمر معه لست سنوات. طبعا بعد 7 سنوات هناك تبدا هي مرحله اخرى. من سنتين احيانا تكون هذه عادات بسيطة مع الطفل تنتهي مباشرة، فما يحتاج والدين هم يعني كثير إنه يهتموا. نعرف كل والدين يريدوا يطلعوا أولاد أسوياء. صحيح. هناك فرق بين الطفل السوي وغير السوي. طبعا في مجتمعاتنا احنا مثلا خجل البنت. البنت هذا يعتبر احنا عاداتنا ان هذا شيء طيب وسلوك ايجابي. المجتمعات الغربيه يعتبر هذا مشكله بالنسبه لهم. نفس الشيء احنا هنا، فلازم احنا الوالدين يعني يهتموا بهذه المرحله. اذا هذا السلوك او هذه العاده استمرت الى ما بعد مثلا 6 سنوات واستمرت معاه امتدت هذه، هنا لازم يكون هناك تدخل او تدخل مهني بالضبط، يعني تخصصي في هذه المشكله، دراسه المشكله، اسبابها، اعراضها، كيف نعالج هذه المشكله. اذا كان عندي اكثر من طفل، هذا طفل واحد، وتعرفين الحياه الحين متسارعه، نمطيه الحياه مختلفه، الاب يشتغل، الام تشتغل. أيوة. الابناء يروحون المدرسه، وكل واحد يمكن في مدرسه مختلفه، ذكور وبنات واعمار مختلفه. أيوة. كيف اقدر انا اوزع واعطي؟ انا محتاج وقت لنفسي، يعني تقول لك الام انا محتاجه شوي اني ارتاح عشان اقدر اعطي. صحيح. ما بقدر وانا مشحونه جاي من الشغل، والعكس كذلك بالنسبه للاب والابناء. كيف ممكن انا في هذا الوقت في هذا الزمن نقدر ان نكون بالفعل نقدر نوزن الامور؟ هو فعلا طبيعه العصر اللي نعيشه، خروج المراه للعمل، الوالدين، عدم تواجدهم في الاسره، اعتماد على العامل اكثر شيء. هذا نفس الشيء له دور في اكتساب عادات اخرى. لكن مثلا بالصبر، الصبر، المرونة، التقبل، يعني لازم أنا أنزل إلى مستوى هذا الطفل. مثلا أنا قايم العمل خلاص، يعني أنا واصل العمل، واصل حدي. حلوة كلمة حدي هذه. أيوة. أغلبهم فيها واصل حدي وما أريد حدي، خلاص أنا أريد أرتاح. الأطفال طبعا هم يعني ما يحسوا باللحظة اللي يجي فيها الأم، خاصة الأم. والأب نفس الشيء، فلما يجي الولد يطلب الحاجة من الأم، الأم بسرعة تعصب. ما يكون عندها مجال. صحيح. هذا يكون ردة فعل عكسية على الطفل. يا أما الطفل يروح يكسر بعض الأشياء. احيانا يكون مثلا تقول الام لا انا هذا هذه لعبه اشتريتها غاليه، ثمن غالي كبير يعني، فلا تكسرها، لا تسوي، لا تسوي. طبعا هذا رد فعل، يعني هو محتاج للاحتضان. محتاج في هذه الفتره ان الام تحتوي هذا الطفل، اصبر عليه، كلمه حلوه، كلمه طيبه، شاركي رايي، شاركي، اسالي انت ايش تريد بالضبط، اعطي بعض الاهتمام. هو هذا بيكون عنده رده فعل، فينخفض مستوى الغضب عنده، فيبدا عمليه اللي هي الارتياح النفسي. استاذ عفراء بنت الماس الحجريه، مشرفه التعليم قبل المدرسي بوزاره التربيه والتعليم، احنا سعداء كثير بوجودك معنا، واشكرك على هذه المعلومات. واعرف مثل هذه الفقرات محتاجه ساعات بل حلقات. أكيد. لان هذا المجال التربوي باع كبير، ولكن نشكر كثير لتقبلك دعوتنا. ان شاء الله، وانا اقدم نصيحه لاولياء الامور والاباء انهم يحاولوا قدر الامكان انهم يستمعوا للاطفال. يحاوروهم، لغه الحوار المفتوح مع الطفل، شرح للطفل، اقناعه اسلوب تربوي، الترغيب والترهيب، الترغيب بدل الترهيب، والتخويف هذا ما في داعي، العقاب ما في داعي. في اساليب تربويه بالاقناع، بالملاينه، ملاطفه. طبعا ممكن انا اكذب هذا الطفل وامتص من هذه الاشياء. مشكوره وجزاك الله خير. جزاكم الله خير. تسلمين. مشاهدينا الكرام، كلها لحظات ونصل الى الختام، لا تروحون بعيد.
إذا مشاهدينا الكرام، كانت هذه حلقتنا بما تحتوي من فقرات. أتمنى وفقنا في تقديم هذه الحلقة. موعدنا والتذكير مرة ثانية، موعدنا بكرة إن شاء الله الساعة 9:30 صباحا بتوقيت السلطنة، ونتمنى لكم إن شاء الله دائما متابعة شيقة لبرنامجنا قهوة الصباح. حياكم الله، والسلام عليكم.